الو العيانة، السلام عليكم. سمعتك ورا عرفتك كاينة في اللايف، قولي لي يا اختي، عيط لك السيد ياكي. دعاء معايا خويا، الله يجزاك، نعتذر منك وحق الله. دابا عايز جاوبيني، عيط لك السيد عيط لك ولا ما عيطلكش على الخدمة؟ لا دعاء معايا وقال لي الوقت اللي بغى يجيبها يجيب لي، دابا جي بغى يخليك المور العيد، خليك المور العيد. واش قلتي لي نو جو بو با دابا؟ ما عمرك خدمتي وقلتي لي تال مور العيد؟ لا كيفاش ما عمرني نخدم؟ ما عمرك خدمت، يعني كانت أمنيتك تخدمي؟ خدامة غير مكلفت وما لقيت جاني خدمة. ما دابا لقيتيش؟ مع شحال من جيتي تقلبي على لا الخدمة؟ صافي لونتو، تقريبا شي سين موا. شي سين لونتو. صحاب لي من أهل الكهف، ومني قال لك تجي تخدمي قلتي لي تنمر العيد، هذه أول حاجة درتيها لا خايبة. لا ماشي هكاك، هو اللي قال لي اشنو بغيتي خيرني، ها؟ قال لي بغيتي تجي، قال لي جي في العشية، جي بغيتي تخلي تنمر العيد بالمتعاود نبدينا، جي جرورة العيد. قلت لي صافي سيميو جرورة العيد. وعلاش ما عيطتيش ليا وتقولي لي شنو راه هذا وشنو دار معايا السيد وهادي؟ كنعتذر منك وحق الله، شتي؟ ما ما بلا ما هذا ما سميتو الصواب. انا راه شتي هاد، شتي هادي تنسميوها، تسميوها في لو تيم، لو تيم ديال السماسريه تسميوها ضيعت قرطاسه. في امكاني نخدم اي بنت وناخد صريف وناخد انا حلاوتي، ولكن لا، حنا تنجرو في الخير. امو بقى في الحال، امو عيطي لي قول لي يا خويا الفلوجه شكرا هذا، حيت انا ما كاملش 24 ساعه واقيلا خدم ندبر لك في خدمه. المهم ماشي مشكل، سير الله يسهل عليك وقولي للوالده تدعي معانا. الصواب الصواب بلا بيبليك. نيمار انت راسك بحال الطيرموس، سكوت لموك سكوت. والمهم ما تبقاوش تقولوا الفلوجه راه ما تيديرش الخير والفلوجه تيشوه بنات بلادهم، ما تبقاوش تقولوا. يلا تهلاي لي فراسك، الله يحفظك، الله يحفظك. سلام سلام. يلا بوكا، سلم على الوالد، الله يرحم الوالد. الله يرحم لك الوالدين حتى انت. شكرا. يلا جروبيسو جروبيسو جروبيسو، يلا جروبيسو. سلام. تين شوف انا شي قريت تعيط ليا. المهم اوكي، هذه نقطة حيدناها، الله يسهل عليها خدمات، الله يعاونها، تعاون الوالدة، واريال اي ريال غتدخلو اي خلصة دخلها فهي صدقة جارية بطبيعة الحال. غادي نعيطو لواحد البنت عندها 22 تصويرة، بنت فاس كانت لخطيبها وهرب الفراق وقاتلو حلال فيسبوك. ومن المعجزات انني طيرت فيسبوك بلا لاكارت بلا والو، سبعة ديال الصباح، ما نعش البارح، نعس في العشية وبقيت فايق سبعة ديال الصباح ونط، يعني ولاو تيتغمضو. قلت الله يتا نعاون هاد البنت، وزيني ليت واحد جوج تصويرات ولبتها، قلت الله يتا نكمل هاد الأجر. ونط في الصباح، راه لحتا ليكم في السناب ديالي، راه متنشوفش تتكتبو. البنت قالت لك هادي مدة ما فرحتش الفلوجة، هادي مدة ما فرحتش. وسبحان الله، الله ملي تيبغي يكون فيها يكون. طار 22 تصويره بلا لاكارت بلا تلعبه، الفيس مشى. واحد صاحبي ملحد جروب سينيال، نورمالمون ما عمرش ما تنبغيش الجروب يعاون، ولكن جيتي اوبليجي. صاحبي هذا ملحد، هذا فرق بين انسان مسلم وملحد، راه هو تو تيسمعني هنايا. ومني قلت لواحد الملحده حتى هي امي ديالي، قالت لك لا هذه لا علاقه، هذه غير الطبيعه، بغات انه هو مي 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 انه ما يتحيدليش فيسبوك، ما كاين لا طبيعه لا والو. الله كون فيك، الله ما بغاش داك الفيس يتحيد ليه، وقسما بالله ما بغاش. ما عرفتش انا اول مره تيوقع ليا مع شي فيسبوك بحال هكا، عندي لاكارت ديالو وعندي كل شيء، ما بغاش يطير. اذا اخي رجع للدين ديالك وقول لا اله الا الله. اه قالت لي الطبيعه، الملحدين تيامنوا بالطبيعه، قالك الطبيعه هي اللي دايره هادشي. ها هو خوتي، شوف شحال اليوم حنايا، 15 شتو هاي لافي بريفي، لافي بريفي، شوف شحال من تصويره ضربت، شتو؟ المهم باش تشوفو صافي الخوت تجريوها في الخير. المهم اي واحد تيتعرض لشي لعيبه في الجعيبه يدخل لعندي، ما كاين حتى مشكل. انا علاش داير